مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش فيها اليوم أبعاد التفجير الذي وقع فوق جسر القرم الذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، ونسأل هل هذا التفجير يضع موسكو في موقع عسكري حرج، أم أن فرضيات الجهة المسؤولة عن التفجير تشمل روسيا نفسها أيضا؟ ما الرسائل التي تقرأ بشأن هذا التفجير، خصوصا بعد إعلان موسكو ضم عدة مناطق شرقية أوكرانيا؟ وإذا كان مستشار زيلينسكي اعتبر تفجير جسر القرم بأنه مجرد بداية، فلماذا لم تعلن كييف مسؤوليتها المباشرة رسميا عن التفجير؟ وما المقصود بتصريحات أعضاء الدوما الروسي أن ما حصل فجر السبت هو إعلان حرب؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، من موسكو الباحث في الشؤون الروسية يفغيني سيدروف، ومن مانشستر الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور فواز غازي حلمي. نبدأ النقاش بعد التقرير. فرضية استهداف جسر القرم الاستراتيجي الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا هي ما يدور الحديث عنه بعد ساعات من تفجير ضخم استهدف الجسر صباح السبت. السؤال الأبرز، ما الجهة التي تقف وراء هذه العملية؟ تقول موسكو إن شاحنة تم تفجيرها على الجسر ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وإن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها الذي اتضح أنه من سكان إقليم في جنوب غرب روسيا. أما الرئيس الروسي فأمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الحادثة. ورغم التصريحات الأوكرانية التي رحبت بالتفجير، لم تعلن مسؤوليتها المباشرة عنه، وما زاد المشهد غموضاً. تصريحات نسبت إلى مستشار الرئيس الأوكراني قال فيها إن الشاحنة دخلت الجسر من الجانب الروسي، لذا ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا نفسها. استهداف جسر القرم الذي بني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية يعتبر تحولاً إضافياً في مسار الحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي كان أبرزها ضم موسكو لأربع مناطق في الشرق الأوكراني واستهداف خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى المخاوف الغربية التي زادت من التحذير من نوايا موسكو باستخدام أسلحة نووية. إذن مساء الخير لضيوفي، وأبدأ معك سيد يفغيني سيدروف من موسكو. يعني أطلع منك على ما إذا كان لديك أي معلومات جديدة حول ما خلصت إليه التحقيقات الروسية حتى الآن الأولية حول الكيفية التي تم بها تفجير الجسر. تحياتي لك ولسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أعتقد بأن هناك شبه سرية تامة يعني حول ما يجري من قبل فريق التحقيق الذي تم تشكيله كما جاء في التقرير بأمر من الرئيس الروسي، لكن واضح تماما أن هذا التحقيق ربما لن يكشف عنه إلا بعد التأكد من الجهة أو ربما من جهتين أو حتى عدة جهات يمكن أن تقف وراء هذه الحادثة. لكن طبعا على المستوى السياسي هناك من حدد المسؤول، حدد المذنب وحدد المسؤول عن هذا الانفجار، هذا التفجير، ويبدو أن أصابع الاتهام طبعا توجه أولا إلى أجهزة استخباراتية أوكرانية، وثانيا بطبيعة الحال إلى الغرب أو إلى الولايات المتحدة. سنأتي إلى ذلك سيد يفغيني، سنأتي إلى ذلك، ولكن نتحدث قليلا في الطريقة التي تم بها التفجير. دكتور فواز حلمي، يعني طريقة التفجير، يعني المعلومات التي أشيعت حتى الآن، هل تدعم الرواية الروسية؟ يعني نحن لا نستبق تحقيقات، ولكن ما صدر حتى الآن بأنه التفجير تم بشاحنة، أم الرواية الأخرى التي تحدثت عن أنه يمكن التلغيم يكون تم من تحت الجسر؟ والله طبعا هي الحالتين واردة. تحياتي للمشاهدين والأستاذ. أهلا بك. الاحتمالين وارد يعني، بس المهم السيناريو الموجود أمامنا أنه هنا شاحنة ملغمة كانت في بعد قافلة من صهاريج وقود، يبدو أن العملية مدبرة فوق الجسر وليس تحت الجسر يعني إلى حد الآن. وأنا أعتقد أنه الانتظار
نتائج التحقيق ومعرفة طبيعة المادة المتفجرة وآثارها وبقاياها على الجسر يبين إذا كانت المادة المتفجرة من تحت الجسر أو فوقه. طيب هل... لكن الحقيقة هو حجم الخراب بالجسر هو ليس بهذا الحجم اللي تصوروه يعني. يعني وأرجو من هنأ من الرئيس الأستوني الذي هنأ فلاديمير زيلينسكي بالعملية الجبارة هذه أن لا يفتح قنان الشامبين ويحتفل، لأن هذا ممكن إصلاحه بسرعة. وأصور أستاذ يفغيني يعني لأنه دمار للجسور أضعاف ما هذا حدث أثناء الهجوم الإجرامي لجورج بوش الابن على العراق وكلها صلحت. طيب. يعني دكتور ربما نسأل قليلا عن طريقة التفجير، لأنه هل يمكن يعني الطريقة أن تشير إلى الجهة المنفذة، الطريقة التي تم بها التفجير؟ الحقيقة أنه الطريقة إذا كانت من تحت الجسر يعني ممكن إرسال سيلز أو ضفادع بشرية تحمل المتفجرات وتتسلق وتوضعها كما نعرفه من أعمال الضفادع البشرية، ولكن من الذي يستطيع أن يسبح هذه المسافة ويصل إلى هذه الارتفاعات من أعمدة الجسر ليضع متفجرات؟ هذا سؤال. أما إعطاء يعني هذا النوع من الثقة والإمكانيات اللامحدودية اللي تعتبر يعني سوبر ناتشرال للقوات الأوكرانية أيضا غير معقول، بس الموضوع تفخيخ شاحنة يكون أسهل ما يكون إذا كانت على الجانب الروسي أو الجانب الآخر. هذا لا يهم، أن ممكن أن يتسللون إلى الجانب الروسي وفخخون شاحنة دون أن أحد يشعر بهم، وهذه واردة. يعني احنا بالنسبه لي اقول وات از سمبل از سمبل، ان نروح الى عمليات ضفادع بشريه وناس يسبحون البحر ويصعدون الى اعمده الجسر شويه صعبه التصديق. طيب. ولكن هذه واحده من بس السيناريو الاخر هو اللي يهمني اكثر من موضوع قطعه صغيره من الجسر سقطت ويمكن اصلاحها يمكن خلال اقل من اسبوع. طيب السيناريو لأنه إذا قارين نعم إذا تخليني أكمل تفضل دكتور. البرافدا قبل أن يقصف الجسر والسيد مدفيديف رئيس الأمن القومي أخبرهم شيء واحد، أنه السيناريو أمامهم التعرض لجسر القرام هو خط أحمر. يعني الرد سيكون قاسي. سأتي إلى ذلك حتى لا نستبق دكتور الحديث، ولكن أعود إلى السيد يفغيني سيدروف. يعني مسارعة موسكو للتأكيد بأن القوات الأوكرانية وراء هذا التفجير أليس اعترافا رسميا من موسكو بأن الجهاز الأمني والاستخبارات الروسي مخترق؟ أنا لا أعتقد بأنه يمكن الحديث عن اختراق الجهاز الأمني الروسي. طبعا كانت هناك إجراءات أمنية مشددة، ولكن يبدو أن أولئك الذين أعدوا ونفذوا هذه العملية كانوا ربما على دراية بدقائق الأمور كما يقال، وبالتالي ربما هناك من ساعدهم، ولكن من أي جهة حتى الآن هذا الأمر غير معروف، لأنه من الصعب أن نتصور أن جسر القرم وهو بالفعل كان محروسا بشكل جيد لدرجة أنه حتى الآن بعد انقطاع المرور لبضع ساعات ثم استئناف والعودة إلى مرور. يعني إلى هذا السؤال سيد يفغيني لو سمحت لي، يعني الاستخبارات الروسية هي التي ربما تشرف على الأمن على هذا الجسر، وحتى يعني دعما لما تحدثنا به منذ قليل هناك عاجل صادر عن الرئيس بوتين يوقع مرسوم بتفويض جهاز أمن الدولة بتعزيز الأمن في جزيرة القرم، أليس هذا يدل في الصيغة التي سألنا عنها أنه الأمن مخترق في هذه المنطقة الحساسة؟ لا أعتقد بأن الأمن مخترق، ويمكن أن نتحدث عن مثلا أي إخفاق أو حتى هزيمة في هذا المجال أو عجز الأجهزة الأمنية الروسية عن ضمان الأمن، ولكن طبعا الثغرات الأمنية تحدث في مختلف الأماكن ومختلف المواقع، وبالتالي لا شك أن هذا يعني هذه الثغرة ربما سوف يتم تصحيحها بسرعة،
وبالتالي لا أعتقد بأنه يمكن أن تتكرر مثل هذه الحادثة مستقبلا. أضف إلى ذلك أن تدابير أمنية ربما سوف يتم تجديدها ليس فقط في قرب هذا الموقع أو على هذا الموقع بالذات، وإنما على المنشآت الاستراتيجية الأخرى، سواء تلك التي تقع بالقرب من جبهات القتال أو حتى بداخل روسيا، لأن هناك من يعتقد بأن بعض الحوادث الإرهابية، وهي ربما من فئة العملية الإرهابية، قد تحدث في مناطق أخرى حتى بداخل روسيا، وهذا ما يتطلب أو يفرض على أجهزة الأمنية ضرورة تجديد حراستها لضمان أمنها بشكل كامل. فقط للتوضيح بأنه المرسوم الذي وقعه الرئيس بوتين هو لتنظيم النقل عبر جسر القرم. دكتور فواز حلمي، يعني نحن تقريبا أمام ثلاثة سيناريوهات، إما القوات الأوكرانية هي التي نفذت، أو القوات الروسية، أو طرف ثالث، يعني أشار السيد يفجيني، ربما الغرب يقف وراء ذلك وإن لم يكن بشكل مباشر. حضرتك يعني أي فرضية ربما تراها الأكثر واقعية؟ الأكثر واقعية، يعني أتفق أيضا، يعني من التشدد الأمني لحماية الجسر هذا موجود، بس لا يمنع أنه حتى من قبل حدوث هذه الأمور أن يترك الغربيين ومخابراتهم خلايا نائمة يكون هدفها هذا الجسر، وهذه الخلايا يضغطون الزر وهذه الخلايا تعرف ماذا تفعل وتلغم أي سيارة، وهذه جدا واردة. خلايا نائمة، هل تكون روسية أم نتحدث قد تكون أوكرانية أم تكون ربما دولة أخرى؟ هذا سؤال عظيم أتوقع عشان تسأليني. الحقيقة أنه ما يسمى بالقوات المسلحة الأوكرانية هي ليست أوكرانية بحتة، ومن شاهد آخر استعراض للقوات الأوكرانية وشاهد الفسيفساء من الجنود والعسكريين الأجانب في الاستعراض يفهم ما أقوله. القوات المسلحة الأوكرانية هي قوات ناتو، فيها قوات بريطانية، خاصة من القوات الـSAS، وهي قوات كوماندو خاصة مقتدرة أن تقوم بمثل هذه الأعمال. وبعدين حتى لا يحتاج أن تكون قدرات قوات كما هي في الـSAS أو الـSBS، لكن يعني حتى ناس عاديين يكون خلية نائمة عندهم واجب معين، فخخ الشاحنة، عبرها الجسر ودعها تنفجر خلف أسطول من الصهاريج. يعني والمسألة بسيطة، هذه لا يوجد جهاز بالأمن، كل الأمن يستطيع ضبط هذا. يعني هذا مستحيل ضبطه، يعني إلا اللهم تفتش كل واحد يعبر الجسر. وتصور يعني زميل غاسبادين يفجيني يأيدني بهذا الموضوع، لا يوجد جهاز أمن يتمكن من فحص كل الشاحنات. طيب دكتور، وهل هذا يفسر لنا عدم النفي أو التأكيد من الجانب الأوكراني؟ الجانب الأوكراني هناك حذر من الجانب الأوكراني بسبب ما قال، بسبب السيناريو الذي يلي ذلك. يعني هم كانوا، إذا أحد من عندنا قرأ ما ورد بالبرافدا قبل أشهر، يعني قبل مدة، عن أهمية هذا الجسر وماذا سيحصل إن تعرض الجسر لأي نوع من التخريب، وما قاله رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، وكذلك مشاعر النواب الروس في الدوما، يعلم جيدا بأنه الرد سيكون قاسيا. طيب. يعني المسألة بأنه إذا أنت، طبعا أنا أتابع كثيرا ما يقوله الرئيس أردوغان لأنه هو إنسان على مقربة وثيقة من الرئيس بوتين. يعني قال الرئيس أردوغان عبارة عظيمة جدا، أنه الرئيس بوتين يفعل ما يقول، ما يتراجع. هذه حكمة سمعتها من الرئيس رجب طيب أردوغان. يعني هذه نقطة سنتوسع فيها دكتور، وسأتحدث فيها مع السيد يفجيني، ولكن يعني قبل لأنهي هذا المحور، سيد يفجيني، يعني المستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك تحدث عن ضلوع روسي في التفجير عبر ما سماها نضال داخلي في أوساط الحكم. هل بالفعل بدأت ربما تتشكل حركة تمرد، خاصة بعد الانتكاسة التي أصابت القوات الروسية؟ أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر يعكس الواقع، لأن نفس المستشار للرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واسمه بودولياك، أعتقد أنه تحدث اليوم قبل ذلك وفي أول تصريح له قال ثلاث كلمات: القرم، الجسر، البداية. يعني بمعنى آخر أنه هذا التفجير قال أنه ربما بداية للعمليات المحتملة القادمة. في الحقيقة العديد من المسؤولين الأوكرانيين والشخصيات السياسية وغيرهم كانوا قد تحدثوا من قبل مرات عديدة عن إمكانية، بل كانوا متأكدين من أن استهداف جسر القرم سوف يحدث لا محالة، وهذا ما تحقق الآن. ولكن من بعد ذلك هم يتحدثون كما يقول هذا، ولكن بغض النظر عن التصريحات الأوكرانية سيد يفديني، بغض النظر عن التصريحات الأوكرانية، ولكن ألا تعتبر أنه هذا قد يكون أمر وارد، خاصة بعد مسألة التعبئة الجزئية، خاصة بعدما بدأنا نرى رفض ربما من الداخل الروسي، اعتراض على سير المعارك حتى الآن؟ كل ذلك ألا يؤسس برأيك لحركة من هذا النوع قد تكون في طور النشأة؟ لا أعتقد بأنه يمكن أن نتحدث عن أن هناك ما يمكن أن يؤسس لأي حركة أو ناهيك عن التمرد وإلى آخره. وطبعا هناك عدد من الناس ربما عددهم كبير نسبيا مما هربوا وفروا من التعبئة الجزئية، الكل يعلم ذلك، ولكن نسبة إلى مجموع السكان، نسبة إلى مجموع أولئك الذين يمكن أن يطالهم هذا التجنيد أو تطالهم هذه التعبئة الجزئية، نسبة إلى الكل يعني هذا العدد يعتبر قليل جدا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن ظاهرة مثلا تشمل فئات معينة من الناس، أولئك الذين غير راضي لا يرضوا عن سير العملية العسكرية ويشكلوا أي خلية وتنظيم وإلى آخره. أعتقد بأن هذا الأمر مستحيل. بالنسبة للجيش، القوات المسلحة الروسية تتميز بانضباط دقيق وصارم، ومن المستبعد برأيي أنا طبعا أن يكون هناك شيء من هذا القبيل. طيب، نائب رئيس مجلس الدوما اعتبر يعني ما وصفه يعني بهجوم اليوم بالهجوم الإرهابي على جسر القرم لم يعد مجرد تحد وإنما إعلان حرب بلا قواعد، ماذا نفهم من ذلك؟ طالما أن يعني هناك مثل هذا الكلام فالمقصود به برأيي أنا إنه طالما أن أوكرانيا أو الدول الغربية انتقلت إلى هذا الأسلوب برأي هذه الشخصية، فإن روسيا من حقها أن ترد بنفس الأسلوب، أي بالحرب بدون قواعد كما جاء في هذه العبارة. ولكن أنا لا أعتقد بأن الأمر سوف يتحول بسرعة إلى ما يمكن أن نسميه مثلا بتصادم أو مواجهة واسعة وذات تبعات أو تداعيات خطيرة جدا تصل إلى حد صدام عسكري مباشر بين روسيا والغرب، وهذا لأمر بسيط. لا روسيا ولا غرب يريدون أن يكون هناك مثل هذا التصادم. الولايات المتحدة كانت قد صرحت بذلك مرارا، قالت نحن نساعد أوكرانيا ولكننا لا نريد ولا نعتقد بأن هذا سيحدث، لا نريد مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. دكتور فواز حلمي، يعني بالمفهوم العسكري ماذا يعني حرب دون قواعد؟ وهل الظروف والمرحلة التي وصلت إليها موسكو في حربها في أوكرانيا تسمح لها بالحديث عن حرب بدون قواعد؟ الحقيقة الحرب بدون قواعد هي حرب شاملة، يعني تشمل تدمير كل ما هو أمامك وكل أصول العدو، من مصانع، من بنوك، من موارد مائية إلى آخره، كما حدث القصف الجوي الثقيل على الولايات المتحدة، وما كان وكما حدث من القصف الجوي الوحشي لفيتنام في الحرب الفيتنامية. هذه هي الحرب الشاملة، لا تتركين شيئا يقف، تدمرين كل شيء، تدمرين المصانع والسدود وتغرقين الأرض، هذه هي الحرب الشاملة. يعني لا تتركين مجالا بحيث أنه العدو لا يمكن أن يستعمل أي لوجيستكس خاص به. فالمسألة أن الجانب المهم أنه هذه هي الحرب الشاملة. لحد الآن أنه الاتحاد الروسي
لا يقاتل بحرب شاملة، والحقيقة طيب، يقاتل بالتالي بشكل دكتور كيف نعم. نتوقع شكل الرد على تفجير اليوم؟ وهل يمكن أن يتجاوز جبهات القتال يعني إلى الداخل الأوكراني؟ هذا المسألة أنه يعود لتفسير ما قاله الرئيس السيد ميدفيديف في أنه خط أحمر. قناعت يعني إذا قناعتي أنا بشكل مجرد كفرد مواطن بريطاني ساكن على بعد آلاف الأميال، أنا برأيي بأنه ستكون ضربة ماحقة للأسود الصناعية لأوكرانيا، بحيث أنه لا تستطيع القوى العسكرية الأوكرانية أن تقف على رجلها. يعني هذا طيب. بالمفهوم العسكري البحت. إلى أي مدى دكتور هذا متاح؟ يعني إذا انطلقنا من فرضية أنه هذا جسر يعول عليه لإمداد الجيش الروسي بالدعم اللوجستي، إلى أي مدى هو مؤثر؟ الحقيقة تأثيره أنا أعتقد أنه سيتم إصلاحه بسرعة، وهذا يعني هذا لن يؤثر كثيرا في الأيام القريبة القادمة. لا تنسين أنه القوات الروسية أنه خيرسون هي بيد الجيش الروسي، والمناطق الأخرى المحاذية بيد الجيش الروسي، فالإمداد لن يتوقف. إذا واحد يشوف الخريطة الجغرافية مو كما تطرحها مثلا يو اس توداي أو صحافة بريطانيا، الإمداد لا يتوقف. يمكن يكون يعني ما أتصور هناك مجال لتوقف الإمداد إذا كان عن طريق الجسر أو غيره. يعني لا أعتقد طيب. أنه وأعتقد هناك أكداس جاهزة أنه للقوات الروسية أن تستعملها في حالة التعرض. ولا تنسين لحد الآن القوات الروسية تقاتل بنسبة 1:3، يعني الجيش الأوكراني 3 عنده مقابل 1 روسي. يعني ويخليك تتعجبين عن أنه هذول اللي يقولون عليهم الأوكرانيين الصامدين كيف لم ينتصروا على الروس، يعني لما عندهم هذه الغلبة العددية. يعني فشيء خالف المنطق العسكري في نظري، ويخالف العقيدة السوفيتية، أو يخالف عقيدة فرونزا. طيب سيد يفجيني، يعني انطلاقا مما تحدث به الدكتور فواز، وتحديدا عندما أشار إلى ديمتري ميدفيديف، يعني صرح كان في تموز الماضي في جولاي بأنه استهداف هذا الجسر سوف يتبعه رد فوري، يعني an immediate judgment day حتى سماها. هل ترى التصريحات الصادرة عن القيادة الروسية حتى الآن تسير فعلا في هذا الاتجاه، خاصة وأنه لم يصدر أي رد عن الرئيس بوتين حول رد فعل سريع؟ كل ما صدر عنه هو توجيه أوامره بلجنة للتحقيق، يعني بتشكيل لجنة للتحقيق. الحقيقة أن الرئيس بوتين يتميز بسمة معروفة ربما للجميع، وهو لا يحب السرعة في اتخاذ مثل هذه القرارات. أن يكون هناك رد أنا ليس لدي شك في ذلك، والكثيرين في موسكو وغيرها من المدن الروسية يتحدثون عن ذلك، ولكن السؤال متى سوف يحدث هذا الرد؟ وهنا أعتقد بأن الرجل واحد وهو طبعا الرئيس الروسي ربما يعرف الجواب عن هذا السؤال، وبالتالي طيب. عليه ألا يستعجل بشكل سريع وأن سيد يتشاور يفجيني. مع مقربين من هيئة الأركان من وزارة الدفاع، ومن ثم يتخذ قرار. هو لا يحب السرعة في اتخاذ طيب. مثل بشكل هذا سريع لأنه الوقت دهمنا. يعني هناك دعوات من القيادة الروسية للتعامل بشكل مختلف مع المرحلة المقبلة، ما هي الخيارات هنا التي يشيرون إليها؟ وهل القيادة الروسية بصدد الاستجابة مع هذا التوجه، يعني مع الأصوات التي تنادي بضرورة تعامل بشكل مغاير في هذه المرحلة؟ طبعا هناك عدد من ما يسمى بالرؤوس الحامية، وهم يطالبون بالرد قاسي جدا، والبعض يصل إلى الإشارة أو تأكيد أو الإصرار على ضرورة اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية في هذه المرحلة، ولكن أنا لا أعتقد بأن هذا سيحدث بالفعل، لأن يبدو أن لدى الرئيس الروسي والقيادة السياسية عموما ما يكفي من الحكمة والعقل، وهم طبعا يدركون تماما التداعيات المحتملة لمثل هذا
التواجد أو لمثل هذا السيناريو، وأعتقد بأن الرد يمكن أن يستغني عن اللجوء إلى الأسلحة النووية، ويمكن أن يستخدم فقط السلاح التقليدي للرد على ما حدث. وبالتالي هناك أيضا العديد من الأسلحة والصواريخ على سبيل المثال التي لم تستخدم بعد. شكرا جزيلا لك من موسكو الباحث في الشأن الروسي يفغيني سيدروف، وأشكر ضيفنا من مانشستر الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور فواز غازي حلمي. وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة.